تعالى نرجع بقى لبعثة النادي الأهلي اللي غادرت ظهر اليوم برئاسة الكابتن حسام غالي في رحلة طويلة إلى جنوب أفريقيا تستغرق حوالي 10 ساعات. وبص على الكواليس بتاعة الرحلة، القائمة اللي خرجت أو اللي سافرت بسلامة الله: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، اكرم توفيق، كريم الدبيس، مروان عطيه، حسين الشحات، عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، امام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا، ووسام ابو علي. طبعا وانت بتتابع بعثه الاهلي وهي في المطار هتلاقي الاكثر حركه دائما وابدا هو محمود كهربا، هتلاقي الاكثر هدوءا هو الحارس مصطفى مخلوف. بص هتلاقي امام عاشور قاعد جنب الكابتن رمضان، خلي بالكم بس عشان ايه، دي بتبقى رسائل مهمه جدا لازم تصل للجميع. حمد لله على سلامتك يا وسام، وحمد لله على سلامه اشرف داري. تقريبا زي ما قلت لكم ان الاهلي كان على امل ان وسام يلحق برحله ايرلاندو بيراتس، فاهو موجود اهو. حسين الشحات عايز ينام. انا مبسوط جدا ان كريم الدبيس بدا يشارك وبدا يبقى موجود في الملعب ورجله تبقى موجوده في الملعب، لكنه اجواء طيبه لبعثه النادي الاهلي. مباراه صعبه جدا امام فريق ايرلندو، لكن ان شاء الله عندنا امل كبير جدا في الفرقه، الصعود الى سلم الطائره، محمد الشناوي ثم امام عاشور ثم مصطفى مخلوف. كل ما تيجي الكاميرا على واحد هقول لكم الجهاز الفني والاداري والطبي والمسؤولين بالكامل عن كل اورلاندو بيصلحوا لي، بيقولوا ما تقولش اورلاندو، اسمه اورلاندو. حاضر اورلاندو يا عم دانيال. دانيال بيقول لي اورلاندو اورلاندو. طيب ادي محمد مكي، محمد مكي ده تاريخ التاريخ، عمرو السليه، حسين كهربا، كل النجوم ان شاء الله اللي الناس بتامل فيهم خيرا. وانا دائما وابدا دكتور احمد جبالله دايما ببقى مبسوط بقصه الطياره الخاصه، لانه مهمه جدا موضوع الطياره الخاصه ده. رئيس البعثه كابتن حسام غالي، المدير الرياضي كابتن محمد رمضان، المدير الفني مارسيل كولر. لكن دايما يا جماعه قصه الطياره الخاصه مريحه جدا، هيبقى في ترانزيت في كينيا شويه وبعد كده يكملوا الرحله، الاستاذ رضا المترجم، ميشيل يانكون، رامي ربيعه وباقي افراد الفريق، والكل الحمد لله والشكر لله يبدو في حاله تركيز شديد. فكل الامنيات بالتوفيق وكل الامنيات بامر الله انه الامور تسير بالشكل اللي احنا نتمناه، واذا ما كسبناش ما نخسرش على الاقل. وسام منور، حمزه علاء، مروان عطيه، كل نجوم النادي الاهلي. وشكر الحقيقه لزملائنا الحقيقه يعني اللي على طول معانا، مش مخلينا محتاجين حاجه بصراحه، يعني كل الاخبار وكل التفاصيل وكل الصور وكل الفيديوهات موجوده. معاهم زميلنا كريم هو المراسل اللي هيكون موجود، ونامل ان شاء الله النهارده ان احنا لما يوصلوا بالسلامه يكون معانا يقول لنا اخر الاخبار وتفاصيل الرحله بامر الله لما يوصلوا بسلامه الله. ادي امام عاشور اهو، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. كل واحد عنده الاوراد بتاعته وبيقراها. عمر كمال عبد الواحد، كله عايز ينام، ودي ميزه الطياره الخاصه انك بتبقى براحتك. وادي اشرف داري في ظهوره الافريقي الاول باذن الله مع فريق النادي الاهلي في دور المجموعات. رضا سليم ده حاجه كده دمها شربات، ويحيى عطيه الله. وجميل انه اللعيبه المغاربه الثلاثه مسليين بعض وعارفين ظروف بعض، ويحيى عطيه الله انسجم تماما مع الفرقه داخل الملعب وخارج الملعب. اما رضا سليم فحدث ولا حرج على جماله يعني وعلى طبيعته وعلى علاقته بالجميع. دي اجواء الرحله. طبعا مصطفى مخلوف غلبان فما حدش يقدر يعني على بقى الباقيين. مصطفى ده من اطيب الناس ومن اقدب الناس. كل التمنيات ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي.